السلام عليكم. عرفت إحدى الولايات الجزائرية اليوم السبت مأساة كبيرة بعد وفاة لاعب كرة قدم جزائري أثناء المباراة. تابع الفيديو للأخير. حسب ما جاء في بيان للحماية المدنية اليوم السبت والذي تم نشره على الفيسبوك، فقد دخلت إسعافات وحدة أهل القصر لأجل مصاب أثناء مباراة رياضية بملعب ترابي بغيل محلة بلدية أهل القصر بولاية البويرة. ضحية من جنس ذكر يبلغ 21 سنة ابتلع لسانة أثناء سقوطه في المباراة، حين قدمت له الإسعافات الأولية وتم نقله من طرف الحماية المدنية إلى عيادة بشلول، وبعد الفحص الطبي تبين بأنه متوفي رحمه الله، وألهم ذويه الصبر والسلوان.